هل يفرق مع الزوجة بقى ان جوزها يتجوز بنت من دور ولادة او يتجوز امرأة كبيرة في السن لكن البنت قالت لها لا يا ماما احنا نخليه نايم ونموته وكل واحد بالظبط مثل جريمته قدام النيابة وسلم وسكاكين. ان عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا. ستودي بك الى اوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، قناة معنية بعالم الجريمة لكن بنؤكد أن الجريمة لا تفيد. تعالوا النهاردة نتكلم عن جريمة من أغرب ما يمكن. الشرع أباح للزوج إن هو يتجوز مرة واثنين وثلاثة واربعة، أو للراجل، من حق الراجل يتجوز مرة واثنين وثلاثة واربعة، حقه الشرع قال كده. لكن الإمكانيات المادية أحيانا بتكون حائل، أو الإمكانيات الجسدية أحيانا بتكون منعة. لكن إذا توفرت الإمكانيات المادية والجسدية فما المانع ما دام الشرع يبيح. تعال نشوف زوج وزوجة وعندهم ابن عنده 17 سنة وطالبة بكلية الهندسة عندها 22 سنة، أسرة نموذجية. الزوج فاجئ زوجته وفاجئ أولاده بالزواج، وحصلت مشكلة كبيرة جدا بين الزوج والزوجة. إزاي تتجوز علي؟ أنا قصرت في إيه؟ ولادك بسم الله ما شاء الله، بنتك دكتورة أو مهندسة وابنك في 17 عنده 17 سنة وهيجيب مجموع في الثانوية العامة ويدخل الكلية اللي انت عايزها، وانا مقصرة معاك في ايه؟ الزوج بيقول لها انت مش مقصرة في حاجة، لكن انا عندي القدرة ان انا افتح بيت واتنين، انت ايه اللي يزعلك؟ تدخل العقلاء وقالوا له انت مالكش حق. يعني ايه الحكمة تتجوز على مراتك؟ وايه الحكمة ان انت تزعل ولادك منك؟ انت عندك بنت عروسة عندها 22 سنة وعندك شاب بسم الله ما شاء الله 17 سنة وزوجتك على قدر كبير من الجمال، ايه المانع؟ ايه اللي خلاك تتجوز؟ المهم بعد فترة وبعد ضغوط طويلة استمر زوجته سنتين ثلاثة واضطر تحت ضغط زوجته واولاده ان هو يطلعها، وزوجته فعلا راحت الشقة اللي كان متجوز فيها ونقت الفرش فيها وصممت ان الشقة تتباع علشان الزوج ما يفكرش في الجواز مرة أخرى، وفعلا باعت الشقة وخدت الفلوس حطتهم للبنت، قالت ده هنخلي لي جهاز البنت لما تتجوز تمن الشقة، والموضوع خلاص اتنسي. إلا أنه بعد حوالي 3 سنين تنامى إلى سمع الزوجة أن جوزها بيفكر من الزواج من بنت من دور ولاده. هل يفرق مع الزوجة بقى أن جوزها يتجوز بنت من دور ولاده أو يتجوز امرأة كبيره في السن؟ ما اعرفش الزوج كان زعلان قوي، ده هيتجوز بنت من دور ولاده. هو الشرع ما منحش، احنا دايما بننصح ان فرق السن ما يزيدش عن 10 سنين، لكن الشرع ما قالش ان حرام ان الراجل عنده 60 سنه يتجوز بنت عندها 20 سنه، الشرع ما حرمش. لكن الزوجه كان كل ما حد يكلمها ده هو مجنون رايح يتجوز بنت من سن بناته. المهم زادت الخلافات بين الزوج وبين زوجته واولاده بحجة انت عايز تتجوز ليه يا بابا، ولو معاك فلوس يبقى انت ما تبهدلهاش وتعملها على نزوادك وعلى جواز من امرأة اخرى. دبت الخلافات بين الاتنين، الزوج حاول كتير ان يخلي مراته توافق على الجواز الا انها فشلت، لغاية ما الزوجة قعدت مع بنتها 22 سنة وابنها اللي 17 سنة قالت لهم انا جبت اخر من ابوكم، احنا انا قررت ان احنا نتخلص منه، فلوسه اللي قاعد يبحترها على الستات شمال ويمين، انا كنت بسكت على نزواته وكل يوم انا كنت بعرف بيبيت بره البيت بيكون معاه واحده من بنات الشوارع، انا جبت اخري منه، ده انا كنت بخاف ان هو ينجو لي مرض، احنا لازم نقتله. والبنت قالت احنا زهقنا منه يا ماما وانا معاكي، والواد قال له يا بابا خلاص يا ماما نخلص منه، هو ملوش لازمه فيش غير الضرب والشتيمه وما بيعملناش حلو. تعمل الزوجه بقى جهزت سكاكين، طبعا الست هتجيب مننا سلاح سكاكين، وجابت معاها قطعة من الحديد قالت عشان نخبطه على راسه، لكن البنت قالت لا يا ماما احنا نخليه نايم ونموته. بالفعل
الزوج كان نايم على الساعة 2 صباحا قبل الفجر، دخلت البنت وامها واخوهم كان واقف عنده 17 سنة. البنت راحت واخدة سكينة واول ما طعنتها في بطن ابوها. هي في اعترافاتها بتقول ابويا لما قام ومسك السكينة، ليه يا بنتي كده؟ ليه بتضربوني بالسكينة ليه؟ في الوقت ده البنت حقك عليا يا بابا. طبعا شعور لهم. جات البنت بتشيل السكينة منه وهي واخدة السكينة وبتجري، هو بيقول لها بتموتيني يا بنتي بتموتيني يا بنتي. راح اخوها اللي عنده 17 سنة قال لها انت هتودينا في داهية، ده لو عايش هيبلغ فينا يودينا في داهية. هات السكينة. خد السكينة من اخته وراح خبط ابوه في صدره 3 طعنات تاني، وكان ابوه بيقول له لا يا ابني ما تموتنيش بيدك يا ابني ما تموتنيش بيدك يا ابني. الواد نزل في ابوه 19 طعنة الاب خدهم في بطنه وصدره. جات الست بعد كده كانت برضه هي يعني قلبها مولع نار من جوزها، انه كان شايفها من الست وكان كل يوم بيخونها وكل يوم يتجوز، راحت جابت قطع الحديد وعلى دماغه وراحت مهشه ما دماغه نهائي. وبعد كده قالت لابنها اللي عنده 17 سنة اطلع خبط على عمك فوق قول ان في واحد جه ضرب ابوك واحنا كنا خايفين وقفنا على نفسنا الباب. الواد جري على حجنا يا عمو الحجنا يا عمو ايه يا واد؟ قال له ابويا في واحد دخل وضربه على دماغه وطعنه وموته. جري العم بلغ الشرطة، الشرطة جات. التصور بتاع القصة غير مقبول، يعني ايه واحد دخل؟ طب مين اللي فتح له الباب؟ انا اللي فتحت له الباب، ولما سالني على الباب قلت له نايم، لقيته جري على اوضه ابويا وفتح السكينه جريت على امي وقفلنا الباب علينا. طب ما زعقتش ليه؟ طب ما طلعتش عند عمك ليه فوق؟ كلام المباحث لم تقتنع بيه. بالضغط على الزوجه وعلى الطفل اللي عنده 17 سنه في نظر القانون، الوضع اعترف وقال بابا كل يوم مع واحده ست وبيصرف فلوسه وكان بيعاملنا وحش وبيضربنا، فامي وانا واختي فعلا اتفقنا وقتلناه. وكل واحد بالظبط مثل جريمته قدام النيابة وسلم السكاكين، والست سلم قطعة الحديد باعترافات تفصيلية. حكمت المحكمة، ده الرادع اللي بنقول عليه، على الطالبة الجامعية بالإعدام شنقا، وعلى أمها بالإعدام شنقا، وعلى الابن اللي عنده 17 سنة اللي أبوه قال له بلاش تقتلني يا ابني بيدك انت يا ابني ما تقتلنيش، حكمت عليه 12 سنة في مؤسسة الأحداث لأن سنه لم يكن قد وصل 18 سنة. واحد يقول لي مصر، اقول لي لا لا ده مش في مصر. انا بس بحاول ان انا انوع عشان ابين لكم ان الجريمة واحدة في كل دول العالم. الجريمة دي في المملكة الاردنية في دولة الاردن الشقيقة. الام اتعدمت، البنت العروسة اللي عندها 22 سنة اتعدمت، الشاب اللي عنده 17 سنة دخل اصلاحية احداث، المحكمة حكمت عليه يقعد في الاصلاحية 12 سنة. شفتوا يا جماعة؟ يعني احنا الزوج لما يفكر في الزواج دي رخصة ربنا عطاها، يجب على الزوجة أن ترضخ. وبدل ما الزوج بيغلط وانت بتقولي كل يوم كان ليه علاقة، طب ما هو هيتجوز، المفروض الزوجة ترضخ لأن دي أمر من أوامر الله إنه عطى الرخصة للراجل إن هو يتزوج. لكن إنها تخلي ولادها وتضيع مستقبل ولادها في قضية كانت واضحة جدا، رغم إن الأم في اعترافاتها قالت إيه؟ قالت إحنا قتلناه علشان اغتصب أو اغتصب بنته، لكن الطب الشرعي أثبت إن بنته سليمة ما فيهاش أي حاجة. وان السبب الرئيسي بقتله هي غيرتها ان جوزها هيتجوز عليها للمره الثانيه. هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.